السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ النهارده هنعمل مع بعض الكشري المصري، وهقولك على كل اسراره وايه هي التوابل اللي بتتحط في الصلصه تخلي ريحته احلى من ريحه المطعم بكتير، وهتبقى استاذه فيه باذن الله. هنبتدي مع بعض. اول حاجه يا حبايبي معانا المكرونه. انا هعمل كيسين ونص سباكيتي ونص كيس شعريه. هعمل معاهم كوباية حمص، كوباية رز، كوباية عدس بجبة، كيلو طماطم مضروبة في الخلاط او في الكبة بكوباية مية، ثلاث بصلات متوسطين متقطعين جوليان زي كده شايفين، وهوريكم التقطيع بتاعتها. اول حاجة يا حبايبي معايا البشر البصلة مقشراها، بقطعها نصين. الحته دي كده انا الحته بتاعت الراس كده ما بقطعهاش جامد، لا بتخلي فيها عشان تبقى ماسكه البصله معاكي. تقطع البصله نصين كده اهو كده، وبتبتدي بقى من هنا كده تقطع كده شرايح رفيعه شرايح رفيعه اهو. البصله هنا كده مش عارفه امسكها تاني كده، اروح قلبها الناحيه التانيه كده واكمل تقطيعها عادي. وليه احنا ما شلناش الحته اللي هي دي كده؟ عشان دي اللي بتبقى ماسكه البصله كلها. هنبتدي واحده كمان النص التاني. اول حاجه اهو ادي نص البصله معايا، هبتدي كده شرايح رفيعه كده. هقلب النص كده تاني، هقلبه كده وهكمل تقطيع عادي كده. يا حبايبي شايفين البصل بيطلع معايا ازاي؟ تطلع معايا كده شرايح اهي كده. لو حته بقى ماسكه في بتاعه الراس كده بتشيليها انت بقى كده عشان البصله تتفرط معاكي. اول حاجه يا حبايبي، اول حاجه حطيت ميه كده في حله صغيره هسلق فيها الحمص. الحمص انا غسلاه، هنزل فيه في الميه كده هات اللي هي سخنه، واحط معاهم معلقه سكر صغيره، معلقه سكر صغيره، وهقلبهم وهسيبهم يغلوا 5 دقايق، وبعد كده هوطي النار عليهم خالص. وفي نفس الوقت يا حبايبي انا حطيت الحمص على البوتاجاز هنا، برضه هحط العدس بتاعي اللي انا غسلاه ومصفياه في ميه سخنه، هسيبه 5 دقايق وهصفيه من الميه السخنه. وهنا يا حبايبي الحله اللي هعمل فيها الصلصه. اول حاجه هنزل بحوالي كوبايه الا ربع كده زيت، هي دي اللي هعمل بيها الكشري كله بتاعي. يعني البصله هنزل بيها هنا وهحمرها وهصفي الزيت منها، هاخده بقى هكمل بيه باقي الكشري كله. هنشوف مع بعض يا حبايبي. قلنا حوالي كوبايه الا ربع زيت او حوالي نص كوبايه زيت سخنت كويس، وهنزل بالبصله بتاعتي وهقلب فيها لحد ما تحمر. وقلنا ان الزيت ده هو اللي هنعمل بيه الكشري كله. وهنا برضو انا حطيت الميه كده للمكرونه عشان تتسلق معايا، حطيت الميه على العين الثانيه عشان تغلي، وهحمر البصلة والمية بتاعت المكرونة تغلي وهرجع لكم. وكده البصلة معايا اصفرت اهي، ابتدت تصفر وتاخد اللون اللي انا عاوزاه اللون الذهبي. انا منزلتش بالملح الاول، لان لو نزلت بالملح الاول هيخلي البصلة لا تطرى معاكي وتنزل المية بتاعتها. الملح خليه اخر حاجة. وكده شايفين البصله بتاعتي اهي كده كلها بقلب فيها على طول عشان كلها تاخد لون واحد. لازم التقليب دوا كده عشان تاخد كلها تاخد اللون واحد معاكي. وكده يا حبايبي شايفين لون البصله معايا، انا خلاص هطلع البصله بتاعتي اهو شايفين اللون، ما تقلقيش من اي حاجه فيها كده، هي كده كويسه. وطبعا البصل الابيض احسن في الكشري من البصل الاحمر. وهصفيها من الزيت وكده انا هطلعها من الزيت. طبعا لازم تطلع على منديل ورق عشان يمتص اي زيت فيها ويخليها ناشفه ومقرمشه. اول ما بتطلعيها على المنديل الورق وبتفرطيها كده بيبقى ما فيهاش اي زيت وبتنشف كمان، بقى هي كده بتلاقيها بتنشف خالص وتشد معاكي وتبقى جميله.
وكده يا حبايبي انا طلعت البصله بتاعتي وفضيت الزيت، خليت منه شويه هنا في الحله للصلصه، والباقي اللي في الطبق ده اللي هكمل بيه الكشري بتاعي. وهنا يا حبايبي الزيت بتاعي سخن طبعا، هنزل بالطماطم بتاعتي كلها كده، ومش هحط اي توابل للطماطم بتاعتي غير الملح والفلفل والكمون بس. هخلي باقي التوابل اللي هقولك عليها اللي هتديك الريحة والطعم بتاع المحلات دي هتبقى اخر حاجة هنضيفها للصلصة. اول حاجة بنحطها مع الصلصة معلقة سكر، معلقة سكر صغيرة اهي كده، والملح طبعا الملح انت بتظبطي عادي، معلقه انا حطيت معلقه صغيره عشان حاطه في ال، ونص فلفل، نص فلفل اسود، ونص كمون، ونص كزبره ناشفه. ونص كزبره، يبقى هنا حطينا معلقه سكر صغيره، ونص فلفل اسود، ونص كمون، ونص كزبره، والملح، وهنقلبهم وهنسيبهم يغلوا بقى على نار هاديه كده لحد ما نعمل الرز بالشعريه بالعدس بتاعنا. وهنا يا حبايبي هنعمل الرز بشعريه والعدس بتاعنا. العدس طبعا انا صفيته من الميه بتاعته، قلت يتساب 5 دقايق في ميه مغليه. هنزل كده بحبه زيت من اللي انا واخدهم من البصله اهو كده، اول حاجه هنزل بيها نص كيس الشعريه. اول حاجه يا حبايبي هنحمر الشعريه بتاعتنا، وبعديها هننزل بالرز كده. الشعريه احمرت معانا طبعا، اللي فيها طبعا دوق البصل اللي انتوا من الزيت، ما مش حاجه يعني احسن تفكري حاجه سودة كده ولا حاجه. ننزل اول حاجه بالرز ونديله تقليبتين، وقلبت الرز كده تقليبتين لحد ما اتغلف بالزيت. هنزل بالعدس اللي انا قلت نقعاه 5 دقايق في ميه سخنه، وهقلب برضه. وقلنا يا حبايبي العدس اللي غسلته ونقعته 5 دقايق في ميه سخنه، 5 دقايق في ميه سخنه وصفيته. وهنزل هنا بالملح والكمون، معلقه كمون صغيره كده، وهنا الكمون بيبقى حلو لما بيتزوديه سنه يعني، معلقه ملح، معلقه ملح صغيره، وهتظبطي الملح بتاعك. وكده رشة فلفل اسود صغيرة يعني اقل من ربع المعلقة. وهقلب كده دقيقة يا حبايبي عشان برضو العدس ياخد التشويحة مع الشعرية ومع الرز، وبعد كده هغطيه بالمية السخنة. وهنا يا حبايبي انا قلبت كده في العدس لحد ما خد التشويحة مع الرز ومع الشعرية، وهنزل عليه بالمية السخنة. وهنا يا حبايبي انا حطيت المية المغلية بتاعتي وزبطت الملح بتاعي. شايفين المية بتبقى زي قعد الرز العادي اللي هي بتبقى ازيد من الرز كده بحوالي سنتي، بتزوديها سنة عشان العدس كمان هيستوي. وبنغطيها اول 3 دقايق كده على نار عاليه لحد ما تشرب الميه، وبعد كده هتهد عليه النار خالص ويستوي كويس. وهنا يا حبايبي انا حطيت معلقه ملح كبيره على الميه، ونزلت بالمكرونه. فين المكرونه؟ وهنزل كده يا حبايبي كمان بنص كيس مكرونه سباكيتي كسرها نصين كده اهو، وهقلبها كويس. وطبعا المكرونه كل دقيقتين كده تقلبيها، يعني هي بتاخد 6 7 دقايق على النار، انت كل دقيقتين كده لازم تقلبيها عشان كلها ما تمسكش في بعض وتتفرط مع من بعض كده. وفي الكشري هنا مش بحط زيت للمكرونه لان انا مش عاوزاه، انا عاوزاه يمسك في الصلصه بتاعته، مش عاوزاه يفصل عن الصلصه.
وكده يا حبايبي انا سلقت المكرونه وصفيتها، وحطيت حبه زيت في الحله من اللي هي بتاع البصله. المكرونه بعد ما صفيتها من الميه شطفتها بميه كده تحت الحنفيه دقيقه واحده. وهديها تقليب كده يا حبايبي مع الزيت. وكده المكرونه خلصت. هنرجع للصلصه عشان نشوف التوابل اللي قلت لكم عليها اللي هتخلي ريحتها جميله جدا. وهنا يا حبايبي التوابل بتاعه الصلصه بتكون معلقه كبيره كبابه صيني، معلقه كبيره زعتر، معلقه كبيره قرنفل، قرنفل اللي هو المسمار ده وكده، معلقه كبيره ورق لوري. الاربع توابل دول يا حبايبي انت مش بتحطيهم كلهم في الصلصه، لا انت بتاخدي منهم معلقه واحده بتطحنيهم، وبتاخدي منهم معلقه واحده للصلصه بتاعتك بتحطيها بعد ما الصلصه تتسبك زي ما هنشوف مع بعض كده. حبايبي الصلصه بتاعتي قلنا كده اتسبكت، اخر حاجه هنحط لها اللي هم قلنا الاربع توابل اللي قلنا كوبيبه صيني وورق لوري وزعتر والقرنفل، بتطحنيهم كويس وبتاخدي منهم معلقه كبيره وبتحطي تنزلي بيها على الصلصه بتاعتك وتقلبيها، تاخد غلوتين بس غلوتين وتطفي عليها. وهنا هتشم ريحه الصلصه بقى وهي ريحتها جميله جدا، ريحتها هتكون جايبه اخر الشارع. وهنشوف مع بعض الرز. وهنا يا حبايبي الرز بتاعنا كده شايفين الرز استوى، هو والعدس والشعريه، واتفلفل وبقي جميل جدا. وكده خلصنا الرز، والحمص بتاعنا كده استوى على نار هاديه اهو، وهنعمل مع بعض الدقه والشطه. وهنا يا حبايبي هنعمل الدقه مع بعض والشطه. اول حاجه هنعمل الدقه، معلقه ثوم كبيره كده مفرومه كويس مع حبه ملح، عليهم نص معلقه كمون كبيره، طبعا ده باقي الزيت اللي عندنا اللي هو هناخد منه كده معلقه اهو، حتى في بصله مش مشكله. هننزل عليهم بربع كوبايه خل، وهننزل عليهم بميه سخنه حوالي كده نص كوباية. وكده ظبطت الملح بتاعها كمان وخلصت كده الدقة بتاعتك. لو انت حابة تضيفي لها ليمون تقللي الخل شوية وتضيفي ليمون، لكن انا بحبها بالخل بس. هنعمل الشطة مع بعض. اول حاجة عندنا نص معلقة شطة حمراء ناعمة، معلقه شطه حمراء. انا هاخد هريسه شطه معايا، لو انت عاوزه ما عندكيش هريسه شطه او مش عاوزه تضيفيها عادي، ما مش لازم تستغني عنها يعني. هقلبهم كده مع بعض مع حبه الزيت اللي باقيين. كده احنا خلصنا كل حاجه في الكشري يعتبر، اخر حبه زيت دول. وهنا يا حبايبي كده حوالي كام معلقه كده صلصه من اللي احنا عملناها بتاعت الكشري، وعليهم كمان حبة مية صغيرين كده عشان تفك بس. وكده يا حبايبي معاكي احلى شطة اهي، وهنحط الكشري بتاعنا في الطبق وهرجع لكم. ادي شكل الكشري بتاعنا، انا غرفته اول حاجة المكرونة، بعديها الرز بالشعرية بالعدس، بعديها الصلصة، بعديها البصل والحمص بتاعنا، والدقة عندك والصلصة والدقة والشطة، وبألف هنا.